النخيل واحدة من الزراعات التي تتميز بها دمياط، فقرى السنانية ومركز كفر سعد وكفر البطيخ تعد من أغنى قرى مصر إنتاجا للنخيل بسبب جودة أراضيها. النخلة تعتبر من المحاصيل الحيوية والرئيسة والهامة جدا للفلاح الدمياطي، لأن محافظة دمياط بالرغم من صغر مساحتها إلا أنها تحتوي على حوالي مليون نخلة. مليون نخلة دول بيدروا على الفلاح الدمياطي ما يقرب من 200 مليون جنيه. زراعة النخيل وإنتاج آلاف الأطنان من البلح والتمور فضلا عن صناعات الأقفاص والسعف تساهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة. اللي بيعمل في مجال موسم البلح اللي بيستمر حوالي من 50 ل 60 يوم سنويا ما يقرب من 12 ألف عامل وعامل، يعني بيختلف ما بين جناي واحد بيجني الراجل اللي بيطلع بيمسك الحزام ويجني ويطلع يجني النخل، وبين الراجل اللي بيرص البلح، وبين البنت اللي بتشيل ورا الراجل اللي بيجني البلح. التعليم ده بياخد مرحله عماله، وموضوع التذكير اللي هو موضوع عمليه تلقيح النخل دي بياخد مرحله برضه في موضوع العماله، ومرحله الجنيان دي بياخد مرحله في موضوع العماله، ومرحله الحنيان بياخد برضه مرحله ثانيه برضه في العماله. وعندنا برضه فوق ذلك برضه ان في احنا عندنا عماله خارج عماله العماله اللي هي لتجهيز النخل الموسم. غير ان سوسه النخيل وهي الحشره التي بدات في الظهور منذ سنوات عده تشكل آفة خطيرة تهدد بالقضاء على النخيل الذي يعتبر ثروة من ثروات دمياط القومية. ومع تعدد شكاوى الفلاحين في دمياط من عدم الحصول على الدعم والتوعية اللازمة من وزارة الزراعة، بدأت بعض الشركات في تدريب أعداد محدودة من الفلاحين على محاربة سوسة النخيل في قرية السنانية، على أن يتم تطبيق المشروع في باقي قرى المحافظة على التالي.